بقول لك يا شو، انا في فكره كده بفكر فيها بقالي مده وشايف انها هتريحنا قوي. فكره ايه دي اللي هتريحنا؟ بقول يعني ايه رايك لو ايه يا راجل؟ ما تنط يعني، لو خدنا لنا بيت لوحدنا بعيد عن هنا. ايه ليه؟ ازاي؟ هما مش بيقولوا شيل ده من ده يرتاح ده عنده؟ او على الاقل انت تريحي دماغك من ضاويه وانا برضو دماغي ترتاح. ما ينفعش، مستحيل. ليه بس؟ وشك قلب ليه؟ واحده في مكانك كان زمانها هتفرح، مش تقول لي لا ما ينفعش ومستحيل. عايزني اخليك تفرط في حقك؟ عايزني اخليك تفرط في البيت اللي بنيته معاهم كتف بكتف، الحمل اللي شايله على ظهرك بقالك سنين، حتى وابنها المحروس في السجن؟ ده انا بحبك وقلبي عليك. شو، في حاجات كتير انت لسه مش فاهماها. خلاص فهمها لي، مش انا شريكتك؟ فهمني. والمثل بيقول القفه اللي بودنين يشيلوها اتنين. ده انا كتفي بكتفك، ولو لفيت الدنيا دي كلها مش هتلاقي واحده تحبك قدي. بس انت اطمن لي، اديني سرك. مش وقته، شو مش وقته. أبو سنة، الدنيا عمالة تكشملك وانت مسلم لها خدك ليه؟ مرتك جابشة في البيت وبتقول خايف على مصلحتك، ضاوية كل يوم تربيك شمالها زي الصفر اللي مالوش عازة، وتقول ده عهد بصبنا عليه. كل خطوة بيخطيها خميس في السوق لازم تبقى على رقبتك وارجع اقول لي انسى يا خال، انسى. انسى ايه ولا ايه يا فندينا؟ انسى ايه يا ابن اختي؟ والمعلم ابو سنة ماله؟ الله اعلم، وكل واحد اضرب حاله. اكيد الست شوق ورا اللي هو فيه ده، اصلها بصراحه صغيره عليه ولا مؤاخذة عافية، وهو يعني مطني. انت اتسطلت ولا ايه؟ خفت عوم؟ ها؟ هو يا زوز ما اعرفش الواحد يتفك معاك بكلمتين ابدا. عايز تتفك؟ عندك الزريبة. ها؟ هي وصلت للزريبة. هات يا اخويا نفس، هات هات. ولا عايز تاكل عيش؟ تخرس خالص. يعني اخوك اختلف مع سواق التاكسي على الاجرة ام قتله؟ بسيطة بسيطة. بسيطة ازاي يا ميدو؟ ده فيها اعدام. احكي لي كده، هو قتله ازاي بالظبط؟ سحلوا من العربيه لحد واجد ناس حبايبنا، وفي وسط الضرب راح غزوا بمطوى، جت الحكومه راحت ماسكاه. وخدوا المطوى؟ لا، عايل من الورشه راح مسلكها بالحكومه من الطب. هو اصحاب الورشه دول حبايبكم قوي يعني؟ ناس حبايبنا قوي ورجاله قوي، وتلاقيهم في وقت الزنقه. خلاص، يبقى تاهت لانها شيء. ازاي يا متر؟ احنا نعمل ورقه بتاريخ قديم ان الورشه دي ملك اخوك. حلو؟ حلو. ونشوف حكايه تانية بقى غير حكايه الاجره اللي بين اخوك والقتيل دي، حكايه فيها فلوس برضه. المهم يكون في سبب ان الراجل ده يروح على الورشه برجليه، ورشه اخوك، ونجيب شهود يشهدوا على كده. ودي بسيطه. حلو؟ حلو. ساعتها بقى يبقى الراجل طب على اخوك في ورشته، اختلف معاه على الفلوس، اتهجم عليه، تقوم القضيه تتقلب من قتل عمد لدفاع عن النفس، وبكده ينفد اخوك من الاعدام
وتقبل انا الاكرام. حلو يا ابن الايه يا متر، ده انت اللي حلو. ابوسك. لا لا تبوس ايه كده، الناس تقول علينا كلام مش حلو. ايه ده ايه ده، معقوله؟ في ايه يا متر؟ لا لا مفيش، شويه ابقى ارجع لك. من باب الاحتياط حاسب على المشاريع. معقول ده انا قلت تلاقي الصنف مضروب ولا حاجه. معلم ابو سله بدران الشواف خدامك. يسيب لها البيت وياخدني في ايده وينزل على اقرب خماره واقعد يشرب يشرب، والاخر يبص لي يقول لي الدوق، اقول له ويدوقني. اب ديمقراطي بصحيح. لا ديمقراطي ايه، ده كان تعليمه على قده يعني. واحنا مروحين كان يشتري باكو نعناع ويقعد يحشر في بقي عشان الريحه ما تبانش، وامي تسمها لما نروح البيت. أصل أمي دي كانت إيه؟ كانت شديدة أوي أوي أوي، بس هو اللي كان حادف شمالي، الزهر كان طالع لي ولا إيه؟ طب ما تنزل لي يا معلم، ده مهما كان أبوك برضه. ما طلعش شمال ليه؟ إذا كان كل أصحابه كانوا شمال، هو يطلع يمين؟ أول قرش حشيش دخل بيتنا هو اللي جاب أجل أمي لما شافته في جيبه. ما كانش قادر يخبيه في حته من الدارية شويه عن كده؟ وما ماتت حزنت عليها قوي قوي، وقعدت اعيط بحرقه لحد ما جت قوي يا اختي وضربتني اول الم في حياتي. قالت لي سد خشمك بطل عيط ما تبكيش، بكى للحريم بس. طول عمرها شديده شديده وقلبها ناشف، لقيتني ريح ولا إلع حزن. لا يا إلعه إيه، خليه مسطور أو مسطول. آه حلو. كنت بتفرح كل يوم. مش عارف انا تبت مني انا، مش انا انا تبت. ايه ده؟ ايه اثبت انت مين يا
يا خميس. ايه خميس انت عارفني؟ الله انت خميس عارفني تقوم تسرقني يعني ولا ايه؟ اسرقك ايه؟ بس شيل الطبانجه دي الاول. طبانجه؟ يا طالما دي طبانجه بقى يبقى انت الخال. انا اللي بقول لك ايه من شويه؟ ده انت مسطول كنافه. انت شكران طينه. مش يعني يا جدع بالراحه وطي صوتك وطي صوتك وطي صوتك. انت بتعمل ايه هنا؟ استنى بقالي ساعه بفتح الباب مش عايز يفتح. مفتاح مانع ليه بايظ ولا ايه؟ بايظ ده انت مش شايف. ده انا فتحنا كده. افتح يا عم. خال ضايع. اول مره اشوف خال فضيحه كده. ايه ده؟ ايه؟ انت بتفتح بالسيجاره؟ معلش يبقى انا شربت المفتاح. انا قلت ايه كده ليه؟ انت مش شايف حاجه. ولع ولع. ايه ده؟ ايه؟ ده الباب مفتوح. يبقى يلا ندخل بقى. طب يلا يا شيخ. يا سلام. بس بقول لك ايه؟ الشويش بقى احسن من الضوء تصحى وتعمل لنا فيها المعلمه بجد. حاسب يا عم. حاسب يا عم. هو فاكرني ايه؟ عبدي من عبيد ولا صبي من صبيانه؟ أنا المعلم هنا وكل حضر في الحتة دي يشهد بكده. هو في حد يستجري ده وشريط بشام في البلد دي اللي بيزني مني أنا؟ انتهوا! اوعى ايدك! أنا يركب عليا عيل سيس زي شفاعة وديني لأكون خاربها على الكل وديني لأكون جايب عليها وطية. بقول لك يا معلم براء، انت شكلك تعبان قوي، تعال نروح دلوقتي. اوعى ايدك! انا مش عايز اروح. انا مش عايز اروح البيت ده تاني. انا مخنوق. انا تعبان. تعبان قوي. هات ازازة تاني يا رزق. كفايه شرب يا معلم براء، انت شربت كتير قوي جوه. انت حسابني يا راجل ايه؟ اضرب معلم براء بس عشان خاطر تعالى نروح دلوقتي. خلاص كلكم انتوا معلمين ولا الصوت بتاعك هنا ولا ايه؟ يا معلم معاش ولا كان اللي يقول عليك كده؟ معاش ولا خلاص وقدام الناس كلها. بس معلش وديني وايماني ما انا معديها له المره دي. وديني وايماني لا اوريك يا نوح. هوريك يا نوح مين المعلم. انا ولا انت يا نوح؟ أنا ولا أنت يا نوح؟ سيبني أنا! سيبني! 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 هيدا الواد اللي حلتي وطلعتي بيه من الدنيا. واخد عكس ماشي فيها بظهره. عيل غبي ماشي عمال يلطش في عتمه ملهاش اخر وهيضيعنا معاه. بس انت زودتها معاه قوي يا سيد الناس. عاوزه ينشف ويبقى راجل. احنا في ايام ما بترحمش والدنيا سهلنا اسنانها على الاخر. بتاكل اللي عضمه طري وتحلي بلحمه. وابن النوح ما ينفعش يبقى من دول. ده كبير السوق من بعدي. ده كبير السوق من بعدي ولازم الكل يبقى تحت درسه. طب وخدمتك الغلبانة دي يعني مش ناوي تديها حتة؟ يا بنت ما انتيكي الكل ما تطمعيش بقى. حتة من السوق أكل منها عيش. تعبنيش على رزقك. التقيل جاي ورا. كلام ما باخدش منك غير كلام. الكلمة عهد والعهد يمشي على كل الرقاب.
والنبي انا اللي نفسي رقبتي تتلف باساور، اشم ريحه الدنيا بجد، مش هقضيها خدمه ومرمطه وقله قيمه. يا بنت هو في قيمه اكتر من قعدتك دي معايا؟ اتساير ونقول اللي طابي على الصدر. النبي نفسي ادخل جوه دماغك دي اعرف ايه اللي بيدور فيها. تتوهي تتوه كان غيرك اشطر. يوه يا بنت انا دماغي دي كلها سكك ومشاوير، ما فيهاش ميادين ولا علامات، حتى رصيفها لسه ما قالش اوانه. مش يمكن لما ادخل فيها اوصل؟ حاولي على الاقل تبقي خدت شرف المحاوله. ماشي هنشوف. نشوف؟ ما نشوفش ليه يا بنت؟ الحوار الجامد اللي دخلتينا فيه ده، قومي يا بنت عاوزين نشوف حاجه حلوه. سلام من عيني. بنت يا ساريه، بنت يا ساريه، اي بنت يا بنت. ده انا في ثانوية عامة، ده لو بابا وماما عرفوا ممكن يموتوا فيها. ابوس ايدك. هطلع البلا على جدتك وجدتك اللي خلفوكي النهارده. في بس يا ست مطر، وانا كنت عملت ايه يعني؟ الله، بيت كنت بتعملي ايه جوه بيت؟ ابدا، كنت بساعد المعلم في الشيشه، ما انت عارفه انه صحته على قد، فكنت بشد معاه. اسمعي يا روح امك، انا ما احبش المسخره دي عندي في البيت هنا. مسخره دي بس كفاله الشر، دي شيشه. شيشه؟ امال بشويش عناي؟ انا واحده نايه، دي تبقى ايه يا روح امك؟ والنبي معنا دي امينه. بيت الله، لازم الفرفشه للمعلم. عارفه لو شفتك بتعملي اللي عملتيه ده بعد كده هعمل فيكي ايه؟ اقلع الشبشب وانسله على دماغك. وانا مالي؟ الله، روحوا قولوا الكلام ده للمعلم، قولوا انتوا عايزينه انا اعمله. الله، اهو سيبه راجع اهو. طب امشي. نوري لحد يشوفك يحس بحاجه. والنبي لو قول للمعلم، انا مش هسكت بقى. مهندس عبد العزيز ريان والد شادي اللي خدوه هو مع اصحابه. ما انت راجل محترم كده ومتعلم وفاهم، سايب ابنك ليه البلاوي دي؟ بلاوي؟ انا مش فاهم حاجه يا باشمهندس. احنا ما جبناش ابنك من وسط اصحابه او مع اصحابه، ابنك اتمسك متلبس في وسط عيال شمامين وضريبه. ايه؟ لطفك يا رب. شادي ابني ده عمره ما دخن سيجاره. شادي في ثانويه عامه كمان متفوق. ابنك هيتعرض على النيابه كمان ساعه، عشان كده بعت اجيبه. اساله بنفسك يمكن يرد عليك. ادخل. شادي برافو حبيبي، حبيبي يا ابني. شادي قول لي، قول لي كل حاجه بصراحه بوضوح. يا حبيبي رد، رد علي يا حبيبي، اتكلم. شفت؟ اديك سالته ما ردش عليك. بص ايدك، اكيد حد ضحك عليه، عمره ما يعمل حاجه زي دي. انا تعبت قوي في تربيته، عمره ما يعمل حاجه زي دي. يا باشمهندس ما تضيعش وقتك، ابنك هيتعرض على النيابه، يعني الحق قوم له محامي زي ما قلت لك. بس حضرتك بتقول متلبس، يعني راح في داهيه، يعني مستقبله راح.
يعني شقى العمر كله بقى في الارض. سعادتك احنا مش كده خالص، احنا ما نعرفش الحاجات دي. اعملوا عليها تحريات، مش انتوا برضو بتعملوا تحريات؟ اسالوا عننا، هتلاقونا عيله كويسه قوي ملهاش علاقه بالحاجات دي. ابوس ايدك، ام ممكن تموت وتروح فيها، احنا كلنا ممكن نضيع. البيت هيتهد. علي بابا، بابا بص يا باشمهندس، اللي انا هعمله ده ضد القانون، لكن احيانا كتيرة جدا القانون بيكون له قلب يحس ويفرق. انا هخرج ابنك من الليلة دي خالص، بس ليا شرط واحد. أمر، أمر سعادتك وننفس. تاخده من هنا على المستشفى، تعالكوا تقعد معاه، تكلم مع ابنك، خد ودي معاه في الكلام، وفهمه انه بعد كده ما يعملش حاجة تجيبه هنا تاني. متشكر، متشكر لسعادتك. انت هتعمل ايه؟ اتفضل اتفضل. يا ريت بدل ما تستهلك نفسك في غوص الايادي في لحظه زي دي، خد بالك من ابنك. اتفضل بطاقة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا باشمهندس.